الكرام، مشاهدي بيت للكل اهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد مع بيت للكل. في الحقيقه تقريبا منذ اكثر من شهر ونحن في برنامج بيت للكل من خلال كل الزملاء نحاول ان ننقل الحقيقه وان نقدم اعلام مهني صادق من خلال كل ما يدور في قطاع غزه، هذه الحرب العدوانيه، هذه حرب المحتل الغاشم الاسرائيلي على قطاع غزه نحاول نحن في بيت للكل من خلال المعلومه والتحليل وننقل لكم الصوره كما هي بمهنيه صادقه، وان نكون ايضا بجانب اهلنا في قطاع غزه. في الحقيقه مع الاحتجاجات الشعبيه الموجوده في العالم الغربي، الموجوده في امريكا، والموجوده في اماكن كثيره في العالم. هذه الاحتجاجات التي تخرج نتيجه ما نراه في قطاع غزه من اباده للانسانيه وما نراه من كذب اعلام اسرائيلي متواصل. كل ما اشاهد هذه المشاهد وهذه الاحتجاجات الشعبيه ولكن نرى الاباده تزداد يوم بعد يوم. ارقام الشهداء في تزايد وايضا من بين هذه الارقام ارقام الاطفال. اطفال الذين كنا نحلم انهم هم من سيحملون الرايه لفلسطين في المستقبل. تخيلوا يسالون الطفل الفلسطيني. ماذا تريد عندما تكبر؟ فتكون الاجابه عنده: ليتهم يتركوننا نكبر. بيت للكل يواصل معكم كل التحديات ويواصل معكم في نقل الحقائق من الواقع. اهلا بكم. فلسطين مشاهدينا هي في الفتره الحاليه في امس الحاجه الى موقف عربي موحد. والى موقف عربي اكثر تنظيما هذه التحالفات العربيه بكلمه واحده بثوابت واحده ترسل رساله للعالم اجمع بان ما يقوم به العدوان الاسرائيلي من اباده جماعيه على ارض غزه هو مرفوض عربيا ومرفوض اسلاميا اذا كلما كان هنالك تضامن عربي وكلما كان هنالك تحالف عربي قوي ومنظم كلما استطاع الصمود الفلسطيني ان يقف امام هذا العدوان الاسرائيلي. فعلا يا لانا وانا شايف انه هذا الحراك الانساني يمكن ان يشكل اداه ضغط على الحكومات الاوروبيه خاصه لتتخذ بدورها موقفا متوازنا من هذه الحرب المجرمه. ينهي شلال الدم ويوقف حق حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني هذا الحراك يمكن أن يحدث التأثير الإيجابي وبشكل يرفع الصوت عاليا ويحسم الجدل على مستوى الرأي العام العالمي لصالح صوت العقل والمنطق والحوار We, must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. France stands with you. Czech Republic stands with Israel. Stand with, All the fight support for Israel. Israel, standing in Israel. Europe stands with Israel. Protect and save civilians in Gaza. Les civils doivent être protégés, et c'est absolument indispensable. No displacement of the Palestinian population. Thirdly, to address the humanitarian crisis in Gaza. And it is sad to see; it's horrible to see the images of young kids being pulled out of rubble, and, uh, and so many of them not making it. في وقت دعم شديد جدا من قاده الدول الغربيه للاحتلال الاسرائيلي تجد ان الشعوب الغربيه تتصرف بشكل مختلف تماما كلنا شاهدنا وتابعنا الاحتجاجات الشعبيه في عدد كبير من دول الغرب تابعنا الصوت الذي ينادي بوقف اطلاق النار تبعنا بالصوت الذي يدين الاحتلال الاسرائيلي، تبعنا الصوت الذي ينادي بالانسانيه التي نسيت تماما في هذا العالم الذي نراه وما يحدث في قطاع غزه. على عكس ما ما هو موجود في مصر، في مصر هناك اصطفاف منذ اليوم الاول مع القياده المصريه، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا مع الشعب المصري، الكل على كلمه واحده. عكس ما يحدث في الدول الغربيه. ما نشاهده كل يوم من اكاذيب من الاحتلال الاسرائيلي ونشر هذه الاكاذيب في اعلام المحتل الاسرائيلي هو ايضا ما يخرج به الاحتجاجات في الدول الغربيه. الجميع لم يصدق هذا الاعلام الغاشم الاسرائيلي وبالتالي كل يوم نشاهد احتجاجات ومظاهرات تنادي بوقف اطلاق النار وتنادي باعاده قليل من الانسانيه لان كثير لا نراه فنطالب تخيلوا اليوم وبعد مرور اكثر من شهر نحن نطالب بقليل من الانسانيه شيء حقيقي فظيع خلينا نتحدث معكم من القاهره وفي استوديو القاهره من بيت للكل الحديث سيكون بمزيد من التفاصيل مع خبير ومتحدث مهم وعسكري، اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ومستشار المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، منورني في الإستوديو مساء النور لحضرتك، شكرا جزيلا للاستضافة ألف يعني في البداية الحقيقة يعني ونحن نتحدث عن الاحتجاجات الشعبية وخليها شعبية لأنها الحقيقة منصرفة تماما عن قادة دول العالم الغربية، قد دول العالم اللي شكلوا طابور جاء إلى إسرائيل في دعم المحتل الإسرائيلي، ولكن الشعوب قالت كلمة مختلفة، كيف رأيت هذا الاختلاف الكبير بين الشارع الغربي والحكومات الغربية؟ الرأي الرسمي للدول الغربية منقاد شوية في اتجاه التوجه الأمريكي اللي هو بيقود حلف الأطلنطي، بيقود الغرب يشكل 80% من القوى العسكريه في حلف الاطلنطي 80% من المصروفات فهم الى حد ما نقدر نقول يعني اذا جاز التعبير يعني نسبه كبيره منهم تابعين اللي حصل في لندن بس مش تجمهر فقط ده ده في اصوات رسميه نادت بان رئيس الوزراء يقدم استقالته صحيح وبعض الوزراء يتركوا مناصبهم الأحزاب بعض الاحزاب حزب العمال الاحزاب وبعض الاحزاب والاحزاب دي كبيره يعني احزاب مؤسسه دوله عريقه زي زي بريطانيا يعني. صحيح ده مثال نقدر نقيس عليه ونقيس عليه زي ما حضرتك تفضلت الموقف المصري م. الموقف المصري التلقائي التوحد بين الشارع والقياده السياسيه للدوله لان لان نحن من غير مجامله نحن على حق نحن نحافظ على حاجتين نحن نحافظ على الامن القومي المصري من جهه ونحافظ وندعم الحقوق على الاقل الانسانيه والمشروع للشعب الفلسطيني ما فيش حد يقدر يشكك في الحاجتين دول كدعم امن القوم المصري لنا حدود سياسيه تحترم وما فيش حد يخترقها لنا كيان كدوله نقوم بدورنا السياسي والاقتصادي المعونات اللي دخلت الانسانيه اللي دخلت غزه العالم كله بيقدم من خلال مطار العريش اللي قدمه العالم كله يساوي 50% مما قدمته مصر منفردة وده برضو يحسب لمصر عشان تقدم مصر منفردة يعني في شباب متطوع يفرغ الطيارات ويجيب لواري وكونتينرز وسواق وشباب يفرغ ويحمل ده جهد إضافي يعني بالإضافة للكم نفسه طيب خليني اعود مره ثانيه الى الاحتجاجات الشعبيه في الدول العربيه. سؤالي هنا ونحن نمر اكثر من شهر على هذه الاباده والقصف يعني ليلا ونهارا خليني اسال حضرتك هل هذه الاحتجاجات ممكن يكون لها تاثير يتم استغلاله ويكون لها ضغط على الحكومات الغربيه بالتاكيد حضرتك بالتاكيد يمكن المجتمعات الغربيه اللي بتقول انها مجتمعات ديمقراطيه راي الشارع والديمقراطيه والاحتجاجات المشروعه اللي بيحميها البوليس ياخدوا تصريح ويقول اللي هو عاوزه واحنا شفنا كثير يعني شفنا الكثير في الميديا بتنقل من العواصم الغربيه وعواصم غير غربيه وشفنا العبارات الانجليزيه يعني ستوب كيلنج وسيف غزه وحاجات كتير ده, ده راي عام راي عام دولي مش راي عام عربي او راي عام مسلم او لا, لا. ده راي عام دولي لان الجريمه والقتل شيء مشين لاي لاي جنسيه لاي عمل والمنظر بتاع غزه من فوق حضرتك هتلاقيه قريب من القنبله الذريه اللي بيهددوا بيها. صحيح. يعني انت لو استخدمت قنبله ذريه تكتيكيه مش هتعمل اكتر من اللي انت عملته. ما حدث في 7 اكتوبر هو هيستيريا بالنسبه للمحتل الاسرائيلي وايضا هي كسر لنظريه الامن الاسرائيلي اللي كسرت يوم 7 اكتوبر وكسرت من 50 عام في 6 اكتوبر. طيب خليني اسال حضرتك يعني انا بسال على بعض المسؤولين وخليني اقول بعض اسمائهم يا رب اقولها تمام يعني فمثلا عندنا يعني اللي هو على راسهم المسؤول عن التراث الاسرائيلي خاي الياهو وعضو عضوة الكنيسة ناتالي جوتليف وعضو الكنيسة السابق موشي فيجلين كلهم صرحوا بضرب غزه نوويا هل هذه نوع من الهستيريا ولا هي نوع من الجنان الاسرائيلي لانه يعني هل من الممكن قطاع بهذا الحجم الصغير اضربه نوويا وتاثيره ممكن يبقى عامل ازاي على المنطقه كمان يعني؟ شخصيه الياهو وزير التراث هو سليل اسره متطرفه. والده حاخام متطرف وجده حاخام متطرف. وجده كان يرقص الجاليه اليهوديه الشرقيه اللي هم السفردين، سفردين بيعتبروا درجه ثانيه بالنسبه للاشكناز الغربيين. وهم من جذور عراقية لكن هذا التطرف ما يصلش إلى هذا المستوى إن أنا يعني بعد شهر من التدمير اللي احنا شايفينه أقول أنا كمان محتاج أستخدم قنبلة نووية طبعا هنا الموضوع أخذ أخذ منحة يعني هل إسرائيل تملك قنبلة نووية عشان تستخدمها ولا تملكها وتخفي ولا ده في إطار ولا دي في حالة في حالة إن هو الردع بالشك إن أنت تتساءل عنده ولا ما عندوش، هم بيجيدوا الردع بالشك من أول ما ابتدوا، إسرائيل لما ابتدت قامت 48 سنة 49 وقعت مع فرنسا بروتوكول إنشاء ديمونة المفاعل الذري الكبير، أكبر مفاعل ذري عندهم والمعاهد العلمية الأمريكية بتقدر المتخصصة أنهم عندهم مش أقل من 90 رأس نووي، لما يقول لما يقول رأس نووية عيارية كلمة عيارية قياساً على هيروشيما 20 كيلو طن عشرين كيلو طن 20 ألف طن يعني القنبله تدي دمار يساوي ألف طن مواد متفجره بدليل ان هيروشيما لما استخدم ضدها قنبله عياريه الطيار بعد ما ضرب رمى القنبله ولف ورجع يصور ما لقاش المدينه اللي هو كان بيلقى هيلقي عليها القنبله فيعني هو عاش بقيه حياته عنده مشكله مشكله فانت شايف الدمار شايف ان مدمره اصلا ما دام غزه غزه تكاد تكون مش موجوده خاصه ان ان نتيجه الكثافه السكانيه العاليه والمساحه المحدوده التوسع راسي تلاقي مباني طويله 10 ادوار 15 دور يعني ابسط الامور الدور ال 15 وال 10 ده لما اقطع الكهرباء العجوز اللي فوق ده ما ينزل ما فيش مش هيعرف ينزل على السلم حتى يعني يعني ابسط امور الحياه مش متوفره خلينا نروح للشأن بقى المصري يعني التصريحات ايضا كانت تجاه مصر بالذات في الايام الاولى من يعني هذا الاجتياح كان الحقيقه نائب وزير الدفاع الاسبق وعضو الكنيسه الاسرائيلي كان عمل عروض لمصر يعني وكان مصر يعني ايه جاهزه لهذه العروض المحتل بانه يعني يتم اللجوء الى مصر أو يتم النزوح أو يتم التهجير القسري أيا كانت المسميات اللي استخدموها طوال يعني هذا الاجتياح. هذا الرفض والقوة والإصرار من القيادة المصرية ورأينا وجه الرئيس السيسي القائد العسكري يعني يعني هو كان بهدوء وثبات وقوة وكان وراءه أيضا اصطفاف الشعب المصري. إزاي شفت الكلام من نائب وزير الدفاع الأسبق وإزاي شفت الموقف المصري والثبات عليه حضرتك هو الوزير الإسرائيلي يسوق مشروع منتهي هم يريد يريدون الأرض بدون البشر يريدون الأرض خالية من الفلسطينيين وهو ده سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية يعني يمكن الضفه الغربيه عشان كده تصفيه للقضيه يعني, يعني هو يريد الموضوع يعني الموضوع هناك اهدى شويه او مفيش فيش السلاح اللي في حماس هناك تمام. لكن هو يوم عن يوم اجيب اجي على مكان واقول البيت ده بالاوراق دي مش بيت حضرتك مش الفلسطيني وهد البيت وانا لما اقول لا ده بيتي ما هو زي ما بيقولوا في الفيلم العربي الاوراق اوراقنا نقدر نكتب ان البيت ده مش بتاعك يعني م. واهد البيت وانا صاحب البيت او ابنه او طفله لما اقوم بطبايه ترد علي برصاصه تقتلني يعني عندي شيء من القهر شيء م. من القهر فهو بيسوق فكره منتهيه انا عاوز الارض من غير البشر وبالتالي ايه المشكله ان مصر تاخد المليون دول مصر 100 مليون لما يبقوا 101 او 102 وليه مصر تدفع الثمن يعني ولو مصر عندها 7 8 مليون من الدول العربيه تاخد مليون البيت. مش هم ما يفرقوش حاجه بالنسبه لنا ونقدر آه. نستضيفهم ونستضيف قدهم مرتين لكن الفكره يبقى انا حققت اللي صار اللي عاوزاه ان الارض بقت فاضيه من البشر بقت فاضيه من البشر. وبالتالي ما مش هيبقى فيه قضيه نتكلم عنها آه. صحيح. وكون ان يسوقوا الامريكان معاهم خلوهم عندك بشكل مؤقت يعني ايه شكل مؤقت يعني هنتفق ان بعد شويه نرجعهم تاني عندكم من امتى في فلسطيني ما ده اللي حصل في النكبه يا فندم خرج يعني ورجع وخرجوا تاني وخرجوا بشكل مؤقت في النكبه ولم يعودوا فكره ان انت تعود تاني دي مش موجوده لان اسرائيل تريد هذه الارض بدون البشر اللي موجودين عليها لكن عشان كده المقاومه الفلسطينيه م مت اجيال متوالده وكنا بنتكلم إن, ان اللي بيعملوا العمل ده وعندهم 30 40 سنه هم اطفال الحجاره صحيح <applause> اللي في 87 و88 و89 دول اللي عاش طفولته لغايه شبابه لغايه صباه وشبابه ورجولته في قهر في قهر في 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 لا انسانيه في معوز الى ابسط امور الحياه فلما يحصل عنده شيء زي اللي حصل يوم سبعة ويفرقع شويه هو عنده اسباب للفرقعه دي حتى لو فرقع خارج الاطار المطلوب يعني لانه عنده عنده هذا الانفجار اللي عايش داخله هم كمان يا فندم دخلوا الى العمق الاسرائيلي الى العمق؟ يعني يمكن الموقف ما بين مصر واسرائيل جيش قدام جيش دوله محتله احنا حررنا ارضنا يعني كان في اصول واضحه ولكن ما حصل من المقاومه مقاومه حماس او المقاومه الشعبيه انه الدخول الى عمق الاسرائيلي الى البيوت الى المطابخ الى الساحات فدي بالنسبة لهم أعتقد هي سبب الهستيريا اللي... ده, ده جزء من هدم نظرية الأمن الإسرائيلي مظبوط زي ما تفضلت وهم المفاجأة كاملة لأن هو هو باني صورة حوالين غزة 6 متر حديد فوق و10 متر خرسانة تحت مم. عشان الأنفاق هم عدوا من فوق الكلام ده بالطيران الشرعي زي الدلتا حاجه في المظلات كده انا ضابط مظلات سابق يعني فعدوا من فوق الكلام ده وفوجئوا ان هم دخلوا الوحده خدوا اللي فيها الكمبيوترز والمعلومات والعساكر واللي قاوم قتل صح. يعني لذلك هم خدوا وقت طويل جدا نشتغل ازاي على الارض الوقت ده ما يتناسبش مع خطه استدعاء بتاعتهم خطه استدعاء بتاعتهم ثلاث ايام انت قعدت ثلاث اسابيع ثلاثة اسابيع تضرب اخماس في اسداس هعمل ايه؟ فبلا شك ان نظريه الامن الاسرائيلي هدمت في مقتل كما نفذ الاخوه الحماسيين في الضربة اللي حضرتك تفضل الشرح. سياده اللواء اكيد يعني قبل نهايه هذا الحوار حيسال المشاهد ماذا بعد غزه؟ بعد ان تضع الحرب اوزارها لان ما فيش عمل عسكري بيستمر الى ما لا نهايه سنعود للطاوله الطاوله هيبقى فيها تفاوض على حل الدولتين اللي أجمع... الناس اجمعت عليه لكن اسرائيل الوحيده اللي ما ذكرتهوش حل الدولتين لو لو اقر واجبرت اسرائيل على الموافقه عليه سيكون هناك فصال اسرائيلي معروف لان لان الدولتين مش موجودين اصلا لان زي حضرتك تفضلت لو زرت الضفه الغربيه حتجد النظام العنكبوتي لكن انا بقترح ان احنا قدامنا قرارين امم المتحدة يا إما قرار 242 سنة 67 اللي هو الحدود قبل يونيو, سب يونيو 67 لكن أنا بأفضل قرار التقسيم نوفمبر 47 اللي هو بين العرب واليهود ودي خريطة محددة تماما وواضحة المعالم وواضحة المعالم وفيها المعابر لو انا ما فيش اتصال يابسي ليا كوبري والتاني من تحت ايوه بس, والعكس بس في الناحية التانية. كانت فلسطين يا فندم 47% اه دلوقتي فلسطين ما تكملش 11 او 14% ما انا حفاصل من ابعد نقطة من ابعد نقطة انا هفاصل من ابعد نقطة زي طريقتهم وده اول قرار امم متحدة ومجلس امن وانتم كنتوا فرحانين بيه نبدا من هذه النقطة ونحصل على اكبر قدر ممكن لكن احنا هيبقى عندنا نقطه تانية لو حتى خرجت حماس من المشهد سنبطل حجج اسلو احنا عندنا ممثل شرع وحيد للشعب الفلسطيني سواء في غزه او في رام الله كلمه صغيره موقف مصر وعنوانها طوال هذا الشهر مصر واضحه الموقف تماما تجاه امنها القومي وتجاه صالح الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه واضح بنسبه في الميه من سنه 47 لغايه النهارده تمام سياده اللواء اركان حرب يعني استاذنا استاذ العلوم العسكريه محمد قشكوش بشكرك شكرا جزيلا نورتنا على كل هذه التفاصيل والمحاور شكرا لحضرتك نورتنا في بيت الكل شكرا لحضرتك وشكرا للاسئله الموضوعيه الف شكر مساء الخير يا مشاهدينا من استديوهات التلفزيون الاردني أكثر ما تحتاج إليه القضية الفلسطينية ونصرة الإخوان في غزة هي التضامن العربي، الذي يجب أن يكون بشكل تنظيمي أكثر من ذلك وبقوة داعمة. جهود كثيرة تبذل هنا وهنالك، لكن نحن على أبواب الآن قمة عربية تعقد في الرياض، هذه القمة هي شكل من أشكال التضامن العربي ونعول عليها. الكثير اسمحوا لنا أن نرحب داخل الاستديو في بيت للكل من استديوهات التلفزيون الأردني بسعادة السفير السابق الأستاذ زياد المجالي أهلا ومرحبا بك سيدي أسعد الله نهاركم سيد الكريم التضامن العربي الآن فعلا غزة بحاجة إلى تكثيف الجهود العربية وبأن يكون هذا النظام الإقليمي العربي أكثر تنظيما حتى نتمكن أن نكون لدينا أوراق ضغط باتجاه ما يجري في أرض غزة على الأقل وقف لإطلاق النار وأيضا وجود هدنة لوقف النار تفضل أشكرك حقيقة هو أيضا مطلب شعبي نعم. تظاهرات التي عمت عواصم العالم العربي وعواصم العالم الأجنبي كانت نعم. تأييدا للأشقاء الفلسطينيين ولكن التضامن العربي كان ملحوظا في في قمه القاهره للاسف ان الجانب المشارك الغربي لم يكن متوافقا مع المطلب العربي الذي كان يدعو الى وقف اطلاق النار حتى نتمكن من التحدث عن كل القضايا الاخرى بما فيها انقاذ الانسان في غزه. الان لدينا كانت دعوه من الاشقاء الفلسطينيين لقمة عربية تقرر ان تكون يوم 11 اكتوبر ونحن في الاردن توجهنا دائما ان نحافظ على الحد الادنى من التوافق العربي وهذا ضروري لانه يعطي رساله للجانب الغربي لتغيير مواقفه الداعمة دون شروط للجانب الإسرائيلي خاصة نعم. بما يتعلق بالامتناع عن حثه على وقف اطلاق النار نعم. نلاحظ نحن هذا التوافق العربي أيضا توفر في القمة التي عقدت في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي لم نصل إلى نتيجة معه ولكن الجانب العربي كان متوافق أن هذا هو الحد الأدنى الذي نطلبه من أجل مساعدة أشقائنا نعم. في غزة نعم. لذلك نحن نتأمل أن القمة العربية القادمة ستخرج برسالة واضحة تؤكد بداية أن هنالك موقف عربي موحد لأنه بخلاف ذلك سينعكس سلبيا على العمل العربي المشترك بشكل أوه. عام وعلى أشقائنا في 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 غزه سواء كنا نتحدث عن المواطنين الذين ياملوا ان يكون هنالك نتائج ايجابيه تنقذ ارواحهم اولا نتامل ذلك سيد الكريم الان نتحدث عن ما هي الفرص الان التي امامنا يعني نتحدث في البدايه كان منذ بدايه طوفان الاقصى هنالك تحالف واتفاق واضح وموقف ثابت وواضح وواحد من قبل الاردن باتفاق ايضا مع الشقيقه مصر الان ويبدو ان هناك الدائره تتوسع على سبيل المثال نقول ما هي الفرص الان امامنا كتحالف وانت تعلم التحالفات كم تبني قوه بين الاردن مصر السعوديه الامارات قطر سيدتي يعني خليني أجزء الاجابه الى جزئين الجزء الاول يتعلق حقيقه بمواقف مباشره نحن رسمناها وتوافقنا فيها مع الجانب المصري بداية لأن هنالك غموض كان في التحرك الإسرائيلي خاصة في في الطروحات السياسية عندما كان هنالك طروحات تتحدث عن تهجير أهل غزة إلى سيناء وأيضا نغمة أخرى كانت تتحدث عن خلق أجواء متشنجه ايضا في الضفه الغربيه نحن رسالتنا كانت واضحه ان تحريك اهل غزه الي مصر مرفوض وهذا كان الموقف المصري الواضح لان هذا التهجير يتبع ايضا تلك النوايا التي في ذهن زعماء المستوطنين المستعمرين في الضفه الغربيه فلذلك نحن خرجنا بالعنوان الرئيسي ان هذا خط احمر وهذا بمثابه اعلان حرب هذا هو الموقف الذي وجدنا ايضا دعم عربي له الجانب الاخر في الاجابه على سؤالك اختي انه تحرك جلاله الملك ليس فقط على الجانب الاوروبي ولكن مع الاشقاء تحرك جلاله الملك في مجموعه من الدول ثلاث دول خليجيه ايضا كان الهدف منه التهيئه لموقف عربي اكثر تماسكا بالحد الادنى من التوافق في القمه القادمه، لا اضافه لا الى ان هنالك دعم لاحظنا من الشقيقه الامارات العربيه لما بما يختص صحيح بدعم معين مباشره باستقبال الاطفال الذين يحتاجوا الى علاج في مستشفيات الامارات، وايضا نحن نتحدث عن انفعالات شعبيه موجوده في العراق، لاحظنا في الشوارع في العاصمه المصريه الموقف الشعبي هذا حقيقه لا, لا اريد ان اقول انه ضاغط على القيادات لا. لان القيادات سبقت في الحقيقه المواقف الشعبيه يعني, يعني كم هذه المجموعه اسمح لي كم هذه المجموعه العربيه اللي اجتمعت في اكثر من لقاء في عدد من المفاصل في طوفان الاقصى نتحدث عن الاجماع الاممي في الامم المتحده بقياده الاردن نتحدث عن لقاء وزراء الخارجيه العرب في عمان الان نتحدث عن قمه قادمه الى في الرياض السعوديه في الرياض الان كم هذه المجموعه العربيه فعلا على تناغم وتمازج مع الصوت الشعبي العربي سيدتي يمكن كثير من الناس يعتبروا ان هذا تحركات سياسيه دبلوماسيه ربما لا تؤتي اكلها عندما نتحدث عما عن يحصل في الشارع في غزه ولكن في الحقيقه لا في السياسه والدبلوماسيه هذا التحرك وهذه المواقف لها وزنها ولها تاثيرها في العلاقات الدولية هذه لها, لها تأثيرها الدول ذات الصولة والجولة الآن التي تعطي نوع من العذر للجانب الإسرائيلي للاستمرار في استعمال الآلة ضد المدنيين تضع في اعتبارها مستقبل علاقاتها مع هذه الدول، وهذه الدول ليس منظومه استراتيجيه في منطقه الشرق الاوسط فقط، ولكن في ابعاد كثيره سواء نتحدث عن الاقتصاد وغيره، لا يؤخذ حساب، خاصه خاصه وان مجموعه الدول التي تحدثنا عنها في اللقاءات لجلاله الملك هي دول على علاقات ممتازه مع الحليف الامريكي فلذلك مطلوب من الاداره الامريكيه ان تعيد الحساب في اوراقها انا دائما اتحدث عن ان هنالك للاسف حسابات ضيقه تتعلق بانتخابات امريكيه في نوفمبر القادم وهذا طبيعي ولكن الان بدات من ملاحظه والقراءه ما يحصل في لدى لدى الاعلام حتى الغربي انه ان الحسابات الان بدات لما يمكن ان تؤثر عليه تلك المواقف في صناديق الاقتراع طبعاً بعد طبعاً ان كان هنالك مظاهرات اقتربت من مئات الالاف سواء نعم كنا نتحدث في واشنطن او ميتشيغان او شيكاغو طبعاً ونيويورك طبعا وهذه مظاهرات يعني شارك في نيويورك ايضا يهود امريكان لأنهم ضد التحرك الصهيوني الذي للأسف يتخبط الآن لأنه مواجهته في غزة كانت صادمة ولكنه لا يعلم أنه لا ألغى ثقافة السلام من ذهنية الجانب الإسرائيلي طبعاً وبالضرورة طبعاً إذا من ذهنية الجانب الفلسطيني والعربي بشكل عام والحصاد المستقبلي سيكون على جانب كبير من الإساءة. للجان لاسرائيل ذاتها أكيد قبل أكيد ان نتحدث عن خسائرنا اكيد سيد الكريم لنصرة القضية الفلسطينية هي الاصرار على استدامة المساعدات هدول الشعب لازم ندعم صمودهم الان لا اقل مقومات الحياة سلبتها اسرائيل من هؤلاء الابرياء الان كم المساعدات واستدامه الحياه من ارسال استمرار تدفق المساعدات الانسانيه الاردن كان له يعني السبق في كسر هذا الحصار بارسال طائره سلاح جو اردني بقياده نشامانا قواتنا المسلحه سلاح الجو وكان هنالك عمليه انزال يعني لاستمرار وديمومة العمل في مستشفى الأردني في غزة الهيئة الخيرية الهاشمية صح. أيضا بذلت جهدها الكبير جدا أيضا لتدفق هذه المساعدات كم بحاجة إنه هذه المساعدات تتدفق بشكل عربي قوي بشكل أكبر من خلال معبر رفح أه الحقيقة إنه أه الآن كل الحديث في الحوار الدبلوماسي مع مع الجوانب الذي لهم قول وضغط على الجانب نعم. الاسرائيلي هو في تحقيق الفسح التي تسمح بدخول هذه المساعدات كلنا يعرف ان المساعدات التي دخلت الى قطاع غزه لا تعادل في احسن الظروف 30% من نعم. الوضع العادي الوضع هنالك مأساوي نعم ولكن اللقاءات هذه العربية حقيقة وخاصة يعني انا توقعي ان القمة على جدول اعمالها سيكون لا. تخصيص مساعدات عاجلة وكريمة لتنقذ الجانب أروح. الفلسطيني بما يحتاجه مباشره ولكن انا من وجهه نظر دبلوماسيه اقول ان ذلك يجب ان لا يكون ايضا الى موجه لاعاده البناء لان ما هدم في غزه هو مسؤوليه دوليه ليس فقط مسؤولية عربية وعلى تلك الدول التي أعطت الرخصة غير المقطوعة للجانب الإسرائيلي لإحداث هذا الدمار أن تتحمل مسؤولياتها في الوقت الذي تتوقف فيه آلة الحرب الله. ونعود بعدها لبناء قطاع غزة وأيضا لتمكين الإنسان من الاستمرار على أرضه وعدم التفكير بالنزوح نهائيا يعني التضامن العربي سعادة السفير والتنسيق العربي هام جدا في هذه المرحله، على سبيل المثال الاردن كان هنالك تنسيق مع الشقيقه مصر من خلال ارسال المساعدات لمطار العريش ومن مطار العريش الى معبر رفح، التنسيق العربي ايضا ضروري وهام جدا يشكل اوراق ضغط على الجانب الاخر. هو في الحقيقه بما يختص بايصال المساعدات تحديدا اي دولة تريد ان تقدم مساعدات يجب ان تنسق مع مصر أكيد. لان بالتحصين النهائي عرض السياده المصريه الوصول الى رفح لكن بتحقيق ذلك يعني نحن لدينا على المستوى الشعبي تبرعات كانت مقدمه للهيئه الخيريه طبعا. الهاشميه لان يعني هنالك تفاعل رسمي وشعبي بهذا الحس الانساني الاردني تجاه اشقائه الفلسطينيين. لا هذا يجب ان يتوسع وانا كما ذكرت لك اتوقع ان يكون هنالك توجه لدعم الاشقاء في في غزه وفلسطين بشكل عام في القمه القادمه ولكن يجب ان يكون فوق المساعدات الماليه رساله واضحه. رساله واضحه وصلبه لعواصم القرار لتعرف ان الجانب العربي في إذا, اذا ما استمر الجانب الاسرائيلي في الابتعاد عن كلمه السر كلمه السر هي ان هنالك احتلال وما لم يعترف الجانب الاسرائيلي ان هنالك احتلال ووفقا لقواعد القانون الدولي دولي لابد دولي. ان يصل الى مرحله الانسحاب من الاراضي المحتله وتحقيق الهويه الوطنيه السياسيه الفلسطينيه بانشاء دوله مستقله وعاصمتها القدس فان ما حصل في غزه سيتكرر بعد فتره وهذا يهدد اذا كانت الان القراءات اذا استمر الجانب الاسرائيلي في عدوانه في غزه يمكن ان تتوسع دائره المعارك وينخرط فيها أطراف أخرى وهذا ما لا يريد أي أحد توسعة هذا الصراع لكن في المرحلة القادمة إذا لم يكن هنالك تنفيذ لالتزامات إسرائيل التعاقدية وفق القانون الدولي فسيكون هنالك مآسي أخرى أوكي. تهدد الأمن والسلم الدوليين في أوكي. منطقتنا وهذا ما حذر منه جلالة الملك في كل كلمة أو كل زيارة لأي دولة منذ طوفان الأقصى، وحذر حتى قبل طوفان الأقصى بأنه قد تتوسع هذه الحرب وتؤثر صح. على دول المنطقة وقد تتغير حتى شكل العلاقات الدولية، يا سيدي طوفان الأقصى سيغير العالم، لن يعود العالم كما عاد قبل طوفان الأقصى. طيب يمكن أنا بقي معي دقيقتين، لدينا ورقة أيضاً يمكن أن تكون ورقة رابحة، سيكون ثاني يوم من قمة الرياض هنالك قمة إسلامية. كم صح. هذه ايضا ممكن ان تعمل على تضامن اسلامي لدول تضم اكثر يعني وكنت تحالف اكبر سيدتي باختصار اقول حصادا وتراكما على المعركه الدبلوماسيه التي قادها الاردن بالتعاون مع بعض الاشقاء العرب حقيقه يلي ذلك الموقف العربي الموحد ثم موقف اسلامي هذه هذه المواقف تؤدي الى تراكمات تعطي رساله للعالم ان ما يحصل في فلسطين ليس محصور جغرافيا نعم. بهذه ال 28000 كيلو متر مربع وانما لها تاثير على العالم وهنالك من يسان الحق الفلسطيني من قبل مليارين و نعم. ألف مسلم في العالم نعم، سعاده السفير زياد المجالي كل الشكر لحضورك معنا في برنامج بيت للكل شكرا لك لكم. شكرا شكرا اهلا بكم من جديد بالعوده لعنوان هذه الحلقه ما اذا كان الحراك الجماهيري العربي والعالمي يمكن ان يحدث اختراقا في جدار التعنت الاسرائيلي المرتكز اساسا على مواصله عدوانه وحربه المحمومه على الشعب الفلسطيني. ضيفي في هذه الحلقه دكتور امجد ابو العز استاذ العلوم السياسيه في الجامعه العربيه الامريكيه اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافه تشهد بعض العواصم كما تراقب حراك جماهيري منادي بوقف هذه الحرب المجنونه التي تواصلها اسرائيل بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، بدايه كيف ترقب هذا الحراك؟ يعني لا شك انه في هناك يعني ثلاث او خلينا نسميه اربع مواقف دوليه باتجاه ما يحدث في من الحرب، حرب اسرائيل البشعه، والإجرام الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. نعم. يعني الفكرة الأولى هناك يعني خلينا إستقطاب دولي ما بين نعم. موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا نعم. وموقف آخر موقف الصين وموقف روسيا وموقف عدد من الدول الأوروبية اللي إلى حد ما موقفها داعم للقضية الفلسطينية وضمير الإنساني نعم. وقف الإجرام وقف وإدخال المساعدات. نعم. هذا يعني الموقفين يعني يعتمد على إستقطاب دولي قطبين. نعم. بالإضافة إلى ذلك هناك الموقف القانوني الدولي والموقف القانوني الدولي برضه كمان في هناك انقسام فيه الامم المتحده والامين العام للامم المتحده وكثير من المحكمه الجنائيه وكثير من المؤسسات تعتقد انه حتى استخدام اسرائيل لقضيه حقها في الدفاع عن نفسها هذا حق مغلوط وانتقل من الدفاع عن النفس كما تدعي اسرائيل وانها غير مستهدفه للسكان الفلسطينيين في قطاع غزه ويعني هذا الحق استخدم يعني حق يراد به باطل كما تسمى هذا يعني على رأس الأمم المتحدة وهيومن رايتس وكثير من وفي أيضا نفس المدرسة القانونية بايدن ونتنياهو يعتقدوا كونهم تم كما تقول الصحافة الإسرائيلية أنه الزلزال الذي أصاب إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكن بالتفسير القانوني طبعا هذا يضاف إلى الموقف م. الشعبي الذي نلاحظ هناك بصراحة زلزال شعبي م. أنا عشت في أمريكا وعشت في بريطانيا م. كنا حينما نتحدث للرأي العام الأوروبي وكان يعني ننحت في الصخر في اتجاه قعدالة قضيتنا أنا, أنا أقول لك الآن بكل معنى الكلمة الرأي العام الدولي انقلب مئة بالمئة وأصبح ينظر إلى القضية الفلسطينية بعيون إنسانية بعيدا عن الاعتبارات سنأتي على هذه النقاط بالكثير من تفصيل لكن يعني وكأنك تريد القول بأن رأيا عالميا جماهيريا أقصد بدأ يتشكل لصالح وقف هذه الحرب الملعونة نعم هناك رأي الرأي الرأي يعني نزول الشوارع نازل الشوارع في نيويورك في 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 لاس فيغاس في نيويورك في واشنطن في أوروبا المليونية اللي كانت في واشنطن أيضا نص مليون في لندن نعم. هذا النزول إلى الشارع بيعطيك مؤشر إن هناك فرق أو هناك شرخ كبير ما بين النخب السياسية ونتحدث عن ثلاث دول او اربع دول ومن بين الجماهير الموجوده م. في الشوارع في م. فرنسا كانت هناك قمع وكان هناك اعتداء وكان هناك تهديد بالسجن لمجرد انك ترفع العلم الفلسطيني م. او تنزل في مظاهرات وبالرغم من ذلك م. نزلت الجماهير بفرنسا وبريطانيا نفس الشيء الان العامل الاخر ايضا يعني الجاليه اليهوديه في الولايات المتحده الامريكيه بدات تصحو وبدا ضميرها يصحو وبالتالي المظاهرات في محطات القطارات مجموعة جاي ستريت كثير من الجماعات اليهودية التي بدأت تتحدث أنه ما يحدث الآن على يد الإجرام وما يحدث عد إسرائيل والماكينة العسكرية لا يمثل الصوت اليهودي الذي يدعو برضو بنفس الوقت إلى وقف وقف هذا الاعتداءات وقف هذه المجازر ما ما بلغ الحجم هذا الحراك دكتور في تقديرك هل تعتقد بأنه سيحظى يعني بسعر صرف سياسي مقابل جدار التعنت في الموقف الاسرائيلي وهناك من يعتقد انه امريكا بيدها يعني قرار وقف الحرب او استمرارها حتى ربما يعني الاتفاق على هدنه لقضيه تبادل او ادخال مواد تموينيه او اغاثه طبيه او الى ايضا يحتاج الى إلى إنه من يملك قرار الحسم في هذه المسألة. المساله هي الولايات المتحده وليس اسرائيل لا شك ان الولايات المتحده هي الاساس واذا كانت الولايات المتحده الامريكيه ترغب في وقف الحرب اقول لك بكل يعني بكل صراحه باستطاعتها انها يعني بامر بشكل مباشر الى نتنياهو سيتوقف هذه الحرب ولكن الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل لديها اجنده واحده هي اعطاء الوقت لاسرائيل ل كما تقول اسرائيل القيام بالعمل التي تريد القيام فيه الوصول الى قطاع غزه كما تدعي والقضاء على حركه حماس حتى حتى هذا المطلب الان اصبح مطلب فضفاض بالبدايه كان سحق حركه حماس وال القضاء على قتلها العسكرية الآن أصبح اللي هو القضاء على القيادات حركة حماس والمقاومة وبالتالي هذا الفضفضة في التصريحات يظن أن هناك في مشكلة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا غير راغبة لأن هناك مسارين مسار عسكري يزود إسرائيل بالسلاح ويزودها بالستلايتات والطائرات المسيرة من أجل كما تقول الولايات المتحدة البحث عن المخطوفين وبنفس الوقت تضغط بمنع منع وقف اطلاق النار خلال زيارته للضفه الغربيه واللقاء وسياده الرئيس ابو مازن، مم. كان واضح انه لا نريد وقف اطلاق النار، مم. ليس هناك حاجه، ايضا مع تركيا يريد اعطاء الوقت لاسرائيل لارتكاب اكثر باعتقادهم ان يعني قتل اكبر عدد من من المدنيين سيضغط على على المقاومه في في غزه. ما المطلوب من من الجميع ولا ادري ممن يعني ما المطلوب وممن؟ لتطوير هذا الحراك لجعله حراك بإمكانه أن ينتزع قرار من الحكومات الغربية من أمريكا وحلفائها قرار ملزم بوقف هذه الحرب يعني اعتقد شوف في عندك على المستوى الاول، المستوى الشعبي يعني كل الشعوب العربيه بالاردن في مصر نزلت الى الشارع، ولاحظنا في تونس في جاكرتا في ماليزيا في اندونيسيا، الكل نزل الى الشارع، مم. يعني لم اشهد انا مظاهرات بهذا الكم الهائل، نتحدث عن, عن الجانب الاسلامي والعربي. مم. على الجانب الرسمي اعتقد ان هناك سد منيع، هناك رفض تماما من قبل القيادات العربيه سواء سياده الرئيس ابو مازن سياده الرئيس المصري عبد الفتاح السي أيضا من جلالة الملك عبدالله في الأردن هناك موقف واضح لا مجال فيه للمفاوضة لا إلا قضية التهجير وهذا الحمد لله يعني سقط وفشل على يعني امام هذا الموقف العربي الموحد انه افشل قضيه التهجير، واسرائيل اعتقد الان يعني اقتنعت انه لا مجال للتهجير، ليس فقط لانه لانه التهجير هو عمليا ايضا يمس بالأمن القومي للدول العربيه. طب طبعا ما نملكه نحن؟ السوشيال ميديا، اعتقد التكنولوجيا اعطتنا دفعه كبيره جدا بشكل مخيف جدا، اعطيك بس بالامثله، نتحدث عن ثلاث 33 مليون تغريدة على السوشيال ميديا خلال العشرة أيام الماضية نتحدث عن 35% منها باللغة الإنجليزية no. بالإضافة للغة الإسبانية نتحدث نتحدث عن صوت اليوم وزيرة السياحة الإسبانية قالت لنتنياهو أنت مجرم حرب أيضا تركيا رئيس التركي قال له أنك يعني لا مجال للحديث معك هناك عزلة دولية وتواجه اسرائيل الان وانقلب السحر على الساحر يعني كانت الفكره الاساسيه انه, إنه نحن معنا الحق واحنا تعرضنا للهولوكوست وتعرضنا الى قضيه الدواعش الان الصوره اختلفت طيب يعني لا نقلل من شان هذا الحراك كما قلت دكتور له اهميه و هذا فعل متدحرج يعني نحن لن ننتظر ان نجني ثمار اليوم لكن ربما بعد اسابيع او اشهر قليله سنبدا بجني ثمار هذا الحراك لانه في اوروبا على الاقل انا اعتقد وكذلك في الدول العربيه من شان هذا الحراك ان ان يشكل عامل ضاغط على القيادات السياسيه التي بمقدورها ان تشكل عامل ضغط على الولايات المتحده وعلى اسرائيل بالتالي لكن قبل قليل انت اشرت ايضا الى تجاوزات اسرائيل للقانون الدولي. طيب في 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 هذا الخضم اي فارق يشكل هذا الحراك لدى نتنياهو المتعنت المتمترس خلف قراره وخلف هواجسه وخلف نوازعه وهي وهو يواصل هذه الحرب حرب اباده يا رجل بكل المقاييس وبكل المعاني اعتقد اللاعبين الاساسيين اللي بيعطوا او ما زالوا يعطوا اسرائيل رخصه القتل هي الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بالدرجه الاولى والمانيا لا. واذا سالتني ليش هذه الاسباب ممكن نعود الى ثلاث الى اربع اسباب لا. السبب الاول انه قضيه الضحيه ما الان اسرائيل تعتقد ان والدول الاوروبيه بالدرجه الاولى ولكن تحت الموجودون الان في اسرائيل هم الناجين من الهولوكوست وضحايا الهولوكوست وضحايا المذره وبالتالي هم هربوا من اوروبا الى مكان امن فبالتالي المسؤولين الاوروبيين اعتقدوا انه توفير الحمايه والدعم العسكري والسياسي هو ضمن يعني يعني تكفير للذنب بعد ما حدث في اوروبا هذا السبب الاول وبالتالي هذا الدعم بشكل غير مسبوق هذه سبب سبب والثاني قضيه انه امال انه اسرائيل تعتبر من وجهه نظرهم يعني واحه ديمقراطيه علمانيه الى حد ما في وسط الوطن العربي وبالتالي واحة للديمقراطية الغربية وبالتالي يجب المحافظة عليها، إما لأسباب عقائدية أو أسباب ثقافية أو أسباب استراتيجية عسكرية لا. أيضا. لا. السبب الآخر هو المصالح، نتحدث عن أوروبا 14 مليار دولار حجم التجارة ما بين ما بين إسرائيل وما بين الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل عضو لكن بدون عضوية، طبعا بالإضافة إلى ذلك أسباب لها علاقة بالثقافة، الدين، الإنجيليين الجدد الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية يعتبر يعتقدوا أنه لن يعود المسيح إلى إلى المنطقة إلا إذا كانت إسرائيل قوية ومزدهرة. تحدث عن 70 مليون إنجيلي يعتقدوا بهذا الموضوع. فبالتالي دينية، اقتصادية، اجتماعية، ولكن قضية الهولوكوست تلعب دور في هذا الموضوع، وأن نجحت إسرائيل في البداية كما قلنا باستغلالها، ولكن عدد الضحايا والإجرام والقمع والقتل انقلبت الصورة. يحق لك كما تقول يعني بعض الصحافه الاسبانيه يحق لك م. تدافع عن نفسك ولكن انتقلت الان انت لا تدافع انت تبيد هذه حرب اباده بكل معنى الكلمه طيب لا شك ان الشارع الاوروبي بدأ يتحرك و... كما تفضلت قبل قليل هناك تحرك ايضا على صعيد النخب، النخب الثقافيه والسياسيه الرياضيه، ممثلين بنشوف نجوم سينما وهؤلاء لهم تاثير تاثير السحر على على الجماهير وخاصه في 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 اوروبا، بداوا ينشطوا لصالح وقف هذه الحرب ولمناصره الحق الحق الفلسطيني. هل تعتقد بان مستوى الحراك هذا الحراك الشارع في الغرب وفي الدول العربية سيرقى لمستوى الإبادة التي تواصلها إسرائيل في غزة؟ يعتقد في هناك لم يصل إلى المستوى إلا في بعض الدول. يعني بايدن تغيرت وجهة نظره. فرنسا تغيرت وجهه نظرها وبدا في توازن في الطرح انه لا ننظر الى قضيه قضيه حرب لكن في بعد انساني يعني العمال اللي رفضوا السماح للبواخر الامريكيه بالوصول او حتى بتحميل يعني في احدى المقابلات تقول احنا بغض النظر حماس ولا فتح ولا نحن ننظر الى بعيون انسانيه الضمير الانساني ان انا اشاهد هؤلاء الاطفال بغض النظر انسنت القطاع انسنت الصراع الان هذا شيء يعني يمكن ان يبنى عليه يمكن عليه في في آه يعني للاسف احنا دفعنا ثمن 10000 شهيد حتى نوصل للمرحله هذا من ثمن من ثمن ابنائنا وبناتنا ودمنا دمنا, طبعا. دمنا. صحيح. لكن هذا الحراك كما قلت في البدايه ممكن الاستفاده منه شوف التصريحات الامريكيه التصريحات الامريكيه خلال 10 ايام اختلفت تماما انه نريد حل سياسي حل م. الدولتين م. على مدار من 2006 الى الان وكان هناك تهميش للقضيه الفلسطينيه من آه كانت الدول الاوروبيه تعتمد على قضيه اللي هو اداره صارت الصراع وليس حل الصراع ما زال الفلسطينيين ساكتين خلينا ندير الصراع ولكن الان اختلفت الامور صارت الان نريد حل الصراع لهذا الصراع نريد حل دولتين وخيار حل الدولتين الان يطرح بقوه على الطاوله ويطلب من القياده الفلسطينيه ويطلب من القياده الاسرائيليه الموجوده انه انه وضع تصورات جديده ما الذي يقف خلف هذا الافراط هذا الجنون في استخدام القوه الغاشمه في عدة أسباب، السبب الأول وجود الدعم الدولي، شوف نتنياهو مش مش شخص هو خبير بالسياسة ومحنك في قضية استغلال الفرص، فرصته الآن هو ثلاث قضايا تنتظره في المحاكم وبالتالي ينتظر سجن، هو يريد إماطة يعني الحرب، يريد أن تستمر وأنا يعني صراحة تسمح لي أن أكون شوي يريد حرب إقليمية وانا باعتقادي هو يتمنى ان يدخل الى حزب حزب الله في الحرب يتمنى ويتمنى مم. لانه هي فرصه له نتنياهو يعني خلط الاوراق اطاله امد الحرب إيه حرب اقليميه استغلال الولايات المتحده الامريكيه ودفع اوروبا والولايات المتحده الامريكيه للاصطدام مع ايران وحلفائها للقضاء عليهم وبالتالي هو مستفيد اطاله امد الحرب القضاء، وبالتالي أنا باعتقادي هو يدفع هذا الإجرام المستشفيات والقتل وعدم وضرب بكل بالحائط كل المعايير الدولية، من الانتقادات ولكن مُصر لا. لأنه هو لديه أجندة، هو يريد صحيح. بالدرجة الأولى جر المنطقة يعني إلى حرب طوق إقليمية. النجاة الوحيد له على البعد الشخصي إطالة أمد طبعا مزبوط. آه أنا أود أن أشكرك جزيلا دكتور أمجد أبو العزم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، آه. أن كنت ضيفي في هذه الحلقة من بيت الكل، شكرا جزيلا لك، شكرا لنا شكرا شاكي شكرا مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج لنا لقاء يجمعنا في حلقه اخرى قادمه من بيت الكل حتى يحين ذلك هذه تحيات طاقم البرنامج في بغداد في رام في القاهره وفي عمان ولنا لقاء يجمعنا بحول الله الى اللقاء